14,140 ميلا بحريا، هي المسافة الجغرافية التي تفصل بين الموانئ الصينية والسودانية، والتي استطاع السودانيون والصينيون أن يبقوا على اتصال فيما بينهم منذ أسرة هان الملكية الغربية عام 206 قبل الميلاد، حيث كانت قوافل التجارة تقطع هذه المسافات وصولا إلى موانئ السودان الشرقية التي تمثل بوابة الدخول إلى إفريقيا. كما وطدت أسرة هان هذه علاقاتها مع مملكة مروي أكبر وأعظم الممالك السودانية. ويبدو أن مروي اليوم كانت على موعد من بعد آلاف السنين لوصول الصينيين إليها، وذلك عبر شراكة ذكية بين السودان والصين، والتي ساهمت بمبلغ 520 مليون دولار لبناء أكبر مشروع تنموي يشهده السودان في هذا القرن، سد مروي CCMD. تمثل الكونسورتيوم الصيني الأكبر من نوعه في العالم في مجال الطاقة الكهرومائية. كان لهذا الكونسورتيوم السبق في الفوز بعطاء العمل في جسم السد بكافة مكوناته. وكان التعامل الثاني مع الصين في تنفيذ مشروع سد مروي عبر شركة هاربن جيلين التي تعمل في مجال هندسة الطاقة. وعملت هذه الشركة في بناء محطات التوليد الفرعية وخطوط نقل الكهرباء السؤال 26، اذكر اسم تجمع الشركات الصينية التي نفذت مشروع سد مروي. السؤال مرة أخرى، اذكر اسم تجمع الشركات الصينية التي نفذت مشروع سد مروي. ترسل الإجابات مجتمعة في استقبال وزارة الموارد المائية وحدة تنفيذ السدود الخرطوم شارع النيل، مع ذكر الاسم، العنوان، رقم التليفون، الرقم الوطني، في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر شوال 1438 هجرية. الجوائز: الجائزة الأولى 20,000 جنيه، الجائزة الثانية 10,000 جنيه، الجوائز من الثالثة حتى السادسة 5,000 جنيه. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة موقع وحدة السدود الإلكتروني diu.gov.sd. حظا أوفر للمتسابقين.